السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا سبحانك لا نحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، افترض علينا في القرآن الكريم صيام شهر رمضان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى محمدًا عبده ورسوله، قال في حديثه الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلي وسلم وزد وبارك يا ربنا عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينقطعان إلى يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم.
اللهم كما أدخلتنا فيه فلا تخرجنا منه إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وجبرت كسورنا وقبلت صلواتنا وأجيبت دعواتنا وآتيتنا اللهم من فضلك العظيم. اجعلنا اللهم في شهرنا هذا وفي مقامنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم كما أدخلتنا فيه فأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا اللهم على أن نصون ألسنتنا وعلى أن نصون جوارحنا وعلى أن نصون أفئدتنا على أن نصوم حق الصيام. ونسألك سبحانك أن ترزقنا المعونة على كل ما يرضيك عنا وعلى كل ما يؤهلنا لتحصيل رضوانك وجنتك يوم القيامة. آمين آمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بلوغ رمضان نعمة كبرى، هناك أناس وراءهم الثرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورهم عليهم رياضة من رياض الجنة. كانوا يتمنون الوصول إلى هذه الساعة وإلى هذا الموقف الطيب وإلى هذه الفرصة العظيمة، عجلتهم المنية. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورهم عليهم رياضة من رياض الجنة. هناك أناس أخر منعتهم ظروف مرض ألم بهم من أن يصوموا لمرض، كما قال ربنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم جميعا السلامة والشفاء والعافية، ولهم البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المرضى نسأل الله لهم السلامة والشفاء، الذين كانوا قائمين بالصيام في كل أعوامهم ولكن منعهم في هذا العام عذر المرض أيا ما كان، لهم البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثه الذي قال فيه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نسأل الله لهم جميعا السلامة والشفاء والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع مرضى العالمين بالشفاء والعافية. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، الركن الرابع كما في الحديث، وصوم رمضان. صيام رمضان فريضة ينبغي على المسلم العاقل البالغ أن يقوم بها ولا يتهاون فيها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفطر بدون رخصة ولا بدون عذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بحق هذه الفريضة حق القيام. رمضان كذلك أيها الإخوة الكرام من المعلوم لنا جميعا أنه شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أننا ينبغي أن نعيش في هذا الشهر الكريم مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتفكرا وفهما. لا ينبغي أن يكون تركيزنا فقط على كم ختمة سنختمها، ولكن ينبغي أن يكون تركيزنا الأكبر على التدبر والتفكر في آيات القرآن الكريم. نتسارع إلى الخيرات ونتسابق فيها، ولكن لا تكون القراءة قراءة خالية من تدبر ولا من تفكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من كرم الله سبحانه وتعالى علينا طيلة السنوات الماضية أننا نتخذ لأنفسنا في مسجدنا هذا المبارك شعارا من القرآن الكريم، يكون هو محور حديثنا في الشهر كله، محور دروسنا وخطبنا ومواعظنا، يكون هو المحور. وهذا من ارتباطنا أو من فضل الله علينا أن يجعل ارتباطنا بالقرآن الكريم ليس مجرد قراءة، ولكن تدبر وتفكر وتعلم ومواعظ. ومن هنا كان شعارنا في العام الماضي قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. شعارنا في هذا العام أيضا مأخوذا من القرآن الكريم لنعيش به في شهرنا، وهو قوله تعالى: لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه أو هذا الشعار
الذي جاء في آية في سورة التوبة في حديث الله سبحانه وتعالى عن المخلفين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سنقف مع هذا الشعار طيلة الشهر في دروسنا، ولكن نظرة سريعة في خطبتنا هذه: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. العادة أن يكون الإنسان يأتيه الضيق إما من نفسه ويكون الأرض أو تكون الأرض واسعة عليه، يبقى عنده هموم في نفسه، عنده مشاكل، عنده أشياء كثيرة يعانيها، ولكن أرض الله واسعة، يتنقل هنا ويتنقل هناك. أو يكون العكس، تكون الأرض ضيقة عليه، أعداؤه يطاردونه في كل مكان، الناس يطاردونه بأذاه، كلما دخل إلى مكان سد في وجهه، ولكن نفسه نفس واسعة، وصدره صدر منشرح، وفؤاده فؤاد سعيد مسرور، فإن ضيق الأرض الذي حوله يعوضه الله سبحانه وتعالى بانشراح في قلبه وانشراح في صدره وسعادة في نفسه من داخلها. فما بالنا إذا اجتمع على الإنسان الضيقان معا، ضيق الأرض من الخارج وضيق النفس من الداخل؟ هذا هو الذي عاناه هؤلاء الثلاثة، ولم يكن لهم مخرج، وما ذكر الله تعالى المخرج إلا بعد أن قال: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكانت نفوسهم فيها سعة، ولكن البلاء اشتد فضاقت عليهم أنفسهم، ووصل الأمر بأن ابتلوا بالمقاطعة الشديدة، بالمقاطعة الشديدة حتى من أزواجهم اللي هم أقرب الناس إليهم، ولكنهم لجأوا إلى الله تعالى وظنوا، والظن هنا بمعنى اليقين ليس مجرد الظن اللي احنا بنحسبه، واستيقنوا وتحققوا وتأكدوا الموسع لهذا الضيق إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان الضيق الداخلي الذين ضاقت عليهم أنفسهم أو الضيق الخارجي في الأرض كلها، فلجأوا إلى الله. فلما لجأوا إلى الله وكان لجوهم إلى الله لجوء صدق وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هداهم الله تعالى إلى التوبة ليفرج همه وليوسع الضيق عليهم ولينفس كربه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أيها الإخوة الكرام، هذا الشعار نجده الآن مطلوبا، ونجدنا الآن مطلوبا منا جميعا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالأرض الآن كادت أن تضيق بأصحابها، ولأول مرة يأتي بلاء على الأرض كلها مرة واحدة، لأول مرة. قد يكون البلاء في دولة، وقد يكون البلاء في أمة، وقد يكون البلاء في قرية أو مدينة، أما الآن فالضيق عم الأرض، وأناس كثر من شدة هذا البلاء ضاقت عليهم أنفسهم، والخوف كل الخوف، كما يخاف معظم الناس من أن ينفلت حال الناس من شدة هذا البلاء، يعني والعياذ بالله تندرج طائفة إلى فعل ما لا تحمد عاقبته. إذن نحن الآن كدنا نقترب من الضيقين معا، ضاقت الأرض على أهلها بما رحبت، وأصبحت حركة الناس ضيقة، وأصبحت حركة الناس محددة ومضيقة، وضاقت على بعض الناس نفوسهم، فالآن مطلوب منا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله لجوء حقيقي حتى يوسع الله سبحانه وتعالى عليه. واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام ليس شعارا نرفعه كما يرفع بقية الناس شعارات جوفاء لا قيمة لها، إنما شعار نحمله يقينا في قلبنا، يقين
أنه لا ملاذ ولا منجأ ولا ملجأ لهذه البشرية في أول أمرها وآخره إلا بالله سبحانه وتعالى. لا ملجأ إلا إليه، لا نجاة إلا به، لا رجوع للنعم التي أخذت من الناس إلا من الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ متى يأتنا به الله مرة أخرى؟ إذا لجأنا إليه ولذنا بأعتابه وتضرعنا إليه. ومن هنا لا نقوله شعار بمجرد أن إحنا نحفظه، ولكنه شعار لابد أن نطبقه، لابد أن نعلم مقتضياته، لابد أن نعلم معانيه. سيكون من معانيه التي نشرحها ونتناولها الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، ومن معانيه الذي ينبغي أن نفهمها الهجرة إلى الله عز وجل، ومن معانيه الذي ينبغي أن نعيش معها صدق الاستغاثة والاستعانة به، إلى آخر ما سيكون موضع حديثنا وأحاديثنا في دروس العصر وفي خواطر التراويح إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اللجوء إليه، وأن يجعلنا صادقين في اللجوء إليه، وأن يفرج عنا وعن الأرض كلها كما فرج عن الثلاثة الذين خلفوا فتاب عليهم ليتوبوا. فاللهم تب علينا جميعا لنتوب، ووفقنا جميعا إلى أن ترضى عنا، وأن تفرج همنا، وأن تنفس كربنا، وأن تذهب الضيق عنا. قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله واستغفروه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل وسلم وزد وبارك يا ربنا عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينقطعان إلى يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق وهذه الأوقات التي ربما قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فاللهم لا تطل القطيعة بيننا وبين مساجدك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا هذا البلاء لنعود إلى مساجدك عودا حميدا. اللهم عبنا وردنا إلى بيوتك مردا جميلا طيبا. اللهم واصرف عنا وعن العالمين هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم إن هذا الوباء خلق من خلقك لا يعجزك أمره. اللهم حل بين البشرية وبيننا. اللهم اكتب السلامة منه لسائر خلقك أجمعين. اللهم طهر من شره البلاد والعباد. اللهم اصرف شره عن جميع البلاد والعباد بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أنزل اللهم شفاءك وعافيتك على كل من أصيب وابتلي بهذا الوباء يا رب العالمين. اللهم آتهم الشفاء والعافية. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء. اللهم اشف جميع المرضى وجميع المبتلين وجميع المصابين شفاءك الذي لا يغادر سقما. اشف مرضانا ومرضى العالمين أجمعين في شتى بقاع العالمين. كما نسألك اللهم أن تنزل رحماتك وأن تتقبل من ماتوا بهذا الفيروس في عداد الشهداء. اللهم أنزلهم منازل الشهداء. اللهم أنزلهم منازل الأبرار والصديقين. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأعلي قدرهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. كما نسألك اللهم أن تيسر أمورنا وأن تشرح صدورنا وأن تذهب الضيق والحرج عنا. اللهم نفس كروبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا
وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ادفع اللهم البلاء والضر عن جميع المبتلين والمتضررين، وارفع اللهم الظلم عن جميع المظلومين، وارفع اللهم الضعف عن جميع المستضعفين. اللهم وانصر عبادك ودينك وعبادك الصالحين. آمين آمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اتقوا الله وأنيبوا إلى الله. إن شاء الله عقب الصلاة مباشرة سنصلي صلاة جنازة الغائب على موتانا الذين اقتضوا في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، وتكون معنا بإذن الله كل جمعة إلى أن ينتهي هذا الكرب بإذن الله رب العالمين، بسبب أنه لا يصلي على من يموت إلا عدد قليل. فنوصي الجميع بصلاة جنازة الغائب كل ليلة في البيوت على موتانا. نسأل الله أن يرحمهم وأن يحسن ختامنا وختامكم وأن يتقبل من مات منهم في عداد الشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نصلي بإذن الله صلاة جنازة الغائب على كل من مات في هذه الفترة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا عليهم وعلى الحاج ناجي. أن يتغمر بواسع رحمته وأن يرحمه وموتانا وموتى المسلمين أجمعين. بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير، بعد التكبيرة الثالثة ندعو لهؤلاء الموتى أجمعين، وبعد التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا وللمسلمين أجمعين. من يحفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، وإلا فادعو الله بما شئت وكن مخلصا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لهم 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 اللهم اغفر لهم. الله أكبر. اللهم لا تفتنا بعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترحم هؤلاء الموتى أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم منازلهم. اللهم جاف الأرض عن جنوبهم. اللهم افسح لهم في قبورهم
واجعلها عليهم واسعة فسيحة مد أبصارهم. اللهم أدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهليهم، وجوارا خيرا من جوارهم. اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا، وأبدلهم بالسوء صفحا وعفوا وغفرانا. اجعلهم يا ربنا في بطون الآحاد من المطمئنين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم أنزل من مات في هذه الأزمة وبهذا الوباء، أنزلهم منازل الشهداء. اللهم أنزلهم منازل الشهداء. اللهم أعلي قدرهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واجعل قبورهم عليهم رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. اجعل ما ابتليتهم به من هذا الوباء تكفيرا لخطاياهم، ومحوا لسيئاتهم، ورفعا لدرجاتهم. اللهم أجب أهلهم في مصابهم، واخلفهم خيرا فيما أصابهم. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولهم ولمن مات من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا وأصحاب الحقوق علينا، من حضر معنا ومن غاب عنا. اغفر لنا ولهم يا خير الغافرين، وارحمنا وإياهم يا أرحم الراحمين. آمين آمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نسألك اللهم أن تنزل الشفاء على جميع المصابين والمبتلين بهذا الفيروس يا رب العالمين، وعلى جميع المرضى في شتى بقاع العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اشفي الجميع عن شفاءك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشفهم واشف كل مريض، وعافنا وعافي معاف كل مبتلى، وارحمنا وارحمهم وارحم جميع المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك، وعافهم من بلائك، وداوهم بدوائك، إنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. آمين آمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.